بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح النهاردة درس مهم في الهندسة التحليلية اسمه أزواج المستقيمات Pairs of Lines. طيب هو الصورة العامة لمعادلة الخط المستقيم عموما Y بتساوي MX زائد LC. طب مين الM ومين الC؟ الM دي بتمثل ميل الخط المستقيم، والسي هو الجزء المقطوع من محور Y. احنا شرحنا الكلام ده قبل كده في فيديو سابق بخصوص اللي هو الخط المستقيم. طيب المعادلة دي معادلة عامة لخط مستقيم. طب انا لو خدت مستقيمين، سميت المعادلة الأولانية y ناقص m واحد x ناقص c واحد بتساوي صفر، دي معادلة المستقيم الأولاني. معادلة المستقيم الثاني y ناقص m اتنين x ناقص c اتنين بتساوي صفر. طيب من المعادلتين دول هكون معادلة، يعني هضرب دي في دي، يبقى y ناقص m واحد x ناقص c واحد في y ناقص m 2x ناقص c 2، لما اجي اضرب الاثنين دول في بعض هتساوي صفر اكيد. المعادله اللي طلع لي دي معادله من الدرجه الثانيه في x و y، بتمثل الخطين اللي فوق دول، تمام. اهي هذه المعادله تتحقق بنقاط كلا من المستقيمين، ولا تتحقق باي نقطه اخرى غير نقطه المستقيمين. يعني النقاط اللي موجوده على دي خلاص اللي هي بتحقق المعادلة دي هي النقاط بتاعة الخط المستقيم الأولاني والنقاط بتاعة الخط المستقيم الثاني. لكن أي نقطة بره الخطين دول ولتكن مثلا إكس داش واي داش، لما أجي أعوض بيها في المعادلة دي مش هتحقق، لأن النقطة دي لا هي موجودة على الخط ده ولا هي موجودة على الخط ده. يعني لما أجي أشيل الإكس وأحط إكس داش وأشيل الواي من هنا وأحط واي داش، يعني بعوض بالنقطة هنا، هلاقيها لا تساوي صفر. ليه لا تساوي صفر؟ لأن النقطة دي بره الخطين دول. فإذا النقطة دي بتتحقق بنقاط الخط ده والخط ده، تمام. ونستنتج أن المعادلة اللي أنا سميتها ستار اللي هي من الدرجة الثانية في X و Y بتمثل الخطين المستقيمين بتوعي دول. طيب السؤال هيجي إزاي عموما في أزواج المستقيمات؟ هيديني معادلة من الدرجة الثانية ويقول لي اثبتي أنها تمثل زوج من المستقيمات، يعني بتمثل خطين مستقيمين، وهيطلب مني إيه هم الخطين والزاوية ما بينهم كام. يبقى هي دي طبيعة الأسئلة في الدرس ده. طب قبل ما نقول الأسئلة لازم أخد شوية نظريات، وهشرح برهان نظرية منهم في آخر فيديو إن شاء الله. أول نظرية بتقول إن المعادلة المتجانسة عموما من الدرجة الثانية في X و Y اللي شكلها كده AX تربيع زائد 2H X Y زائد BY تربيع، طبعا الـ A والـ H والـ B دول ثوابت. المعادلة دي المتجانسة من الدرجة الثانية في X و Y بتمثل دائما خطين مستقيمين بيمروا بنقطة الأصل. دي أول نظرية. النظرية الثانية بيقول لي إن المعادلة العامة من الدرجة الثانية في X و Y اللي شكلها كل دي، شكلها إيه بقى؟ لازم يكون فيها X تربيع، فيها X و Y، فيها Y تربيع، فيها X، فيها Y، وحد مطلق. شكلها AX تربيع زائد 2H X Y زائد BY تربيع زائد 2GX زائد 2F Y زائد C بتساوي صفر. قال إن المعادلة اللي من الدرجة الثانية دي بتمثل خطين مستقيمين لو الشرط ده اتحقق. إيه هو الشرط المستطيل ده؟ نقراها كده سوا. ABC زائد 2FGH ناقص AF تربيع ناقص BG تربيع ناقص CH تربيع بتساوي صفر. دي حفظها صعب شوية. احفظها ازاي؟ قال ان المعادلة دي كلها هي عبارة عن فك المحدد اللي تحت. بص المحدد اللي تحت مكتوب ازاي. عناصر القطر الرئيسي، ومحدد 3 في 3 طبعا، عناصر القطر الرئيسي هي ABC خلاص، بحط هنا وهنا H و H، GG FF. نقول تاني، يبقى المحدد ده اسمه دلتا بيساوي ايه؟ عناصر القطر الرئيسي A B C. هنكتب هنا وهنا H H، هنا وهنا G و G، هنا وهنا F و F. يبقى المعادلة دي كلها هي عبارة عن فك هذا المحدد، والمحدد ده قمت بسميه دلتا، حتى بيسموا الدلتا دي هي مميز المعادلة. لو المحدد ده طلع بيساوي صفر، إذا المعادلة اللي من الدرجة التانية اللي عندك بتمثل خطين مستقيمين. النظرية التالتة بتقول إذا كانت سيتا هي الزاوية المحصورة بين المستقيمين، مش هما بيمثلوا مستقيمين؟ طيب، فالزاوية المحصورة شكلها إيه؟ قال الزاوية بتيجي بالقانون ده، تان سيتا هتساوي كسر كده تحت إيه زائد بي فوق 2 الجذر التربيعي اتش تربيع ناقص AB. خلاص طبعا لما بيجي لي معادلة من الدرجة الثانية بطلع انا قيم الثوابت دي بالمقارنة بالصورة العامة دي،
يعني مين اللي جنب اكس تربيع، مين اللي جنب اتش اكس واي، مين اللي جنب واي تربيع، وهكذا. بطلع قيم الثوابت دي واجيب التنسيتا واجيب الزاويه ما بين المستقيمين. هل دي النظريه الثالثه. النظريه الرابعه بتقول ان المعادله بقى عشان اجيب بقى المستقيمين ايه هما، تمام؟ فبقول اذا مثلت المعادله ايه اكس تربيع زائد 2 جي زائد 2 اتش اكس واي، المعادله بتاعتنا الطويله دي، لو مثلت خطين مستقيمين، المستقيمين دول بيكونوا موازيين للمستقيمين اللي بتمثلهم المعادله المتجانسه دي، يعني المستقيمين دول بيوازوا المستقيمين دول، تمام؟ فالنظريه دي هي اللي انا بستخدمها عشان اجيب المستقيمين ايه هم. تعالوا نشوف المسائل واحده واحده عشان دي النظريه دي نظريه مهمه، ونشوف المسائل واحده واحده واحل كل واحده ازاي. اول مساله عندي بتقول، السؤال الاولاني قايل لي هل المعادلة التالية تمثل خطين مستقيمين أم لا؟ هل المعادلة التالية تمثل خطين مستقيمين أم لا؟ مديني معادلة 3x تربيع ناقص 8xy ناقص 3y تربيع ناقص 29x ناقص 3y زائد 19 بتساوي صفر. عايز أشوف المعادلة دي بتمثل خطين مستقيمين ولا لأ؟ عشان أشوفها بتمثل خطين ولا لأ لازم أجيب من المميز اللي هو المحدد ده، واشوف هل المحدد هيطلع بصفر ولا لا. لو المحدد طلع بصفر يبقى المعادله اللي قصادي دي بتمثل خطين، تمام؟ طيب الاي بكام بالمقارنه يعني مع الصوره العامه اللي هنا؟ بصوا كده، اي اكس تربيع اللي جنب الاكس تربيع اسمها ايه؟ اذا الاي ب3. طيب اللي جنب الاكس واي اسمها 2 اتش، يبقى 2 اتش بسالب 8، خلاص يبقى الاتش بتاعتي بسالب 4. اللي جنب الواي تربيع اسمها بي، فإذا البي هنا بسالب 3. طيب كويس، اللي بعده اللي جنب الإكس اسمها 2 جي، يبقى إذا 2 جي بسالب 29، يبقى جي بسالب 29 على 2. اللي جنب الواي اسمها 2 اف، يبقى ال 2 اف بتساوي سالب 3، يبقى الإف بتاعتي بسالب 3 على 2. الحد المطلق اللي اسمه سي هيطلع لي اللي هو بكام؟ ب 19. يبقى انا كده جبت قيم الثوابت كلها واقوم جايه معوضه فين؟ في المحدد بتاعي اللي احنا اتفقنا نحط عناصر القطر الرئيسي A B C، اللي هنا وهنا اتشات، اللي هنا وهنا باين اف قصدي جي، اللي هنا وهنا اف. لما جيت فكيت المحدد ده طبعا بعمل موجب سالب موجب، العدد الاولاني باشارته وهيطلع لي محدد من الدرجه الثانيه ده، العدد الثاني باشارته موجب 4، ولما اشطب صف وعمود يديني محدد من الدرجه الثانيه ده فكيته. الرقم اسمه ايه الاخير ده ومع اشارته اللي هو سالب 29 على 2، وبعدين اشطب الصف والعمود بتاعه يديني محدد من الدرجه الثانيه ده وفكيته. كل ده طلع لي للاسف سالب 25، يعني طلع لي اللي يساوي صفر. معنى كده ان المعادله اللي قدامي دي لا تمثل خطين مستقيمين، يبقى تمام. السؤال الثاني بيقول اثبت ان المعادله اللي قدامي دي تمثل خطين مستقيمين ثم اوجدهما واوجد الزاويه بينهما. يعني طالما قال لي اثبت يبقى المعادله دي فعلا بتمثل خط مستقيم، بس اثبتها لي. من المعادله دي برضو هقوم مطلعه الثوابت بتاعتي اللي انا هاخدها احطها في المحدد. الايه اللي هي جنب اكس تربيع ب 2، 2 اتش اللي هي سالب 1 يبقى الاتش بتاعتي بسالب نص، البي اللي جنب الواي تربيع بسالب 1، السي اللي هو الحد المطلق الاخير ده ب 1، الجي اللي هي 2 جي اللي جنب الاكس يعني 2 جي بسالب 3 يبقى الجي بسالب 3 على 2، الاف مش موجوده اللي هي اللي جنب الواي فالاف بكام؟ بزيرو. تعال خد القيم دي وعوض في المحدد زي ما قلنا لما جيت فكيت المحدد، الحمد لله طلع لي صفر. يبقى طالما المميز بتاعي بزيرو يبقى المعادله دي بتمثل فعلا خطين مستقيمين. الزاويه بينهم بتيجي ازاي؟ بتيجي بالقانون ده اللي هو 2 الجذر التربيعي اتش تربيع ناقص اي بي على اي زائد البي. خد الثوابت اللي انت جايبها عوض بيها هنا، طلع لي ان التان سيتا ب 3، لما تيجي تجيب السيتا هتقول لي تان ماينس 1 3 اللي هي طلعت ب 71 درجه و33. تمام، يبقى احنا كده جبنا الزاويه. الجزء الاهم بقى في المساله اللي هم ايجاد الخطين المستقيمين اللي بتمثلهم المعادله الكبيره اللي عندي. بجيبها ازاي؟ بستخدم نظريه 4 اللي انا قلت عليها، اللي هي المعادله دي الخطين اللي هنا بيوازوا الخطين اللي هنا. تمام؟ ماشي. يبقى نقول حيث ان الخطين المستقيمين اللي انا عايزاهم موازيين للمستقيمين اللي بتمثلهم المعادله مين؟ خد المعادله دي اللي فيها اكس تربيع اكس واي وواي تربيع، اللي هي مين قلنا؟ 2 اكس تربيع ناقص اكس واي ناقص واي تربيع بصفر.
كويس، خدتها منين؟ هي دي. يبقى خط المستقيم ده كله اللي هو المعادلة دي كلها، الخطين اللي طالعين من هنا بيوازوا الخطين اللي طالعين من هنا، تمام. مين الخطين اللي طالعين من هنا بجيبهم ازاي؟ خد المعادلة دي حللها. فلما جيت حللت المعادلة دي اللي هي 2x تربيع ناقص x y ناقص y تربيع بتساوي صفر، طلعت القوسين دول اللي هم 2x زائد y في x ناقص y، انا حللتها تمام، طلع لي مستقيم اهو ومستقيم اهو. اذا المستقيمين اللي خارجين من المعادلة المتجانسة دي اللي هم مين؟ 2x زائد y بتساوي صفر و x ناقص ال y بتساوي صفر. يبقى المستقيمين اللي انا عايزاهم في المسألة شكلهم ايه؟ دي زود لها سي واحد، يبقى اكس ناقص واي زائد سي واحد تمام تساوي صفر، سوري تساوي زيرو، دي الخط المستقيم الاولاني، والتانية اتنين اكس زائد الواي ضيف لها سي اتنين بتساوي صفر. يبقى دول المستقيمين اللي انا عايزاهم لان هم بيوازي دول، بيوازي دول يعني ليهم نفس الميل. طيب عشان المسألة تكمل لازم اجيب قيم الثوابت اللي هي سي واحد وسي اتنين. اجيبها ازاي بقى؟ قلنا المعادلة الكبيرة بتاعتي اللي في المسألة، سوري معلش، المعادلة الكبيرة اللي في المسألة دي كلها أقدر أكتبها على هيئة حاصل ضرب المستقيمين دول، ما هي بتمثل المستقيمين دول، يبقى أقدر أكتبها ده في ده. يبقى المعادلة الكبيرة بتاعتي كتبتها قوس ده في قوس ده، كويس جدا. عشان أجيب قيم السي واحد والسي اتنين خد القوسين دول اضربهم في بعض زي ما أنا عاملة كده، وبعدين قارن المعاملات. لما جيت ضربتهم في بعض طلع لي إن ده كله بيساوي ده كله. تعالوا كده نجرب نقارن معاملات الاكس في الطرفين. معامل الاكس هناك سالب 3، طب مين معامل الاكس هنا؟ طلع لي سي 2 زائد 2 سي 1، يبقى اذا سي 2 زائد سي 1، قصدي سي 2 زائد 2 سي 1 بتساوي سالب 3 لما قارنت معاملات الاكس في الطرفين. تعالى برضو على المعادله دي قارن معاملات الواي في الطرفين. اللي جنب الواي هنا مش موجود بزيرو، طب مين اللي جنب الواي هناك؟ سي 1 ناقص سي 2، اذا سي 1 ناقص سي 2 بتساوي زيرو، ده معناه ان سي 1 بتساوي سي 2. طيب قارن الحدود المطلقة، الحد المطلق هنا اللي مش جنبيه حاجة هو الواحد، والحد المطلق هناك هو سي واحد سي اتنين، إذا سي واحد سي اتنين بتساوي واحد. تعال حل المعادلات دي كلها سوا، هيطلع لي إن الثابتين أو بكام؟ بسالب واحد هما الاتنين. يبقى إذا الخطين هما مين بقى؟ أهو أحط بقى القيم بتاعتي، سي واحد والسي اتنين بسالب واحد، يبقى إكس ناقص الواي ناقص الواحد بصفر، ده أدي أول خط، والخط التاني هو اتنين إكس أهو. فوق اهي 2 اكس زائد الواي ناقص الواحد بتساوي صفر، وبكده انا تمام جبت الخطين شكلهم ايه. ده بالنسبه للسؤال التاني. السؤال الثالث مختلف شويه، هو بيقول اوجد قيمه الثابت ايه التي تجعل المعادله التاليه تمثل خطين مستقيمين، وبعدين هاتهم هما ايه وهات الزاويه ما بينهم كام. طب المعادلة بتاعتي اللي مديهاني 3x تربيع زائد 10x y زائد 3y تربيع ناقص 15x ناقص 21y زائد 3a، هو بقى عاوز يجيب قيمة الايه اللي بتخلي المعادلة دي بتمثل خطين مستقيمين. انا هعمل زي ما انا كنت بعمل في كل المسائل، همسك المعادلة دي واجيب الثوابت بتاعتي اللي هي a و h و b و g و f و c. كل الثوابت بتاعتي بتتجاب بالمقارنة بالصورة العامة، طلعت الـ a بـ 3 الـ h بـ 5 عشان 2 اتش ب 10 هنا، والبي ب 3 اللي جنب واي تربيع وهكذا، والجي طلعت بسالب 15 على 2، والاف سالب 21 على 2، والسي الحد المطلق بكام؟ ب 3 ايه. خدت الثوابت دي كلها عوضت بيها في المحدد او اللي هو المميز دلتا بالظبط، وسويت المحدد بصفر لان هو قال لي خلي المعادله بتمثل خطين، هات لي بقى قيمه الايه اللي بتخليها كده، يعني قيمه الايه اللي بتخلي المحدد ده بصفر. فلما فكيت المحدد وسويته بالصفر بالحسابات طلعت الـ A عندي بـ 6، يبقى إذا قيمة الـ A اللي بتخلي المعادلة بتمثل خطين هي 6. هات الزاوية ما بينهم باستخدام القانون العام ده، عندك الثوابت A و B و H بالتعويض على طول، طلعت الثيتا بتاعتي 10 ماينس 1 4 3 طلعت بالقيمة دي، يبقى أنا كده جبت الزاوية وجبت قيمة الـ A اللي أنا عايزاها. طيب عشان أجيب الخطين إيه هما؟ الجزء المهم بتاعي. يلا تابع الحل. عشان اجيب الخطين اللي بتمثلهم المعادله دي كلها، الخطين دول حسب النظريه المهمه اللي احنا قلناها اللي هي لو تفتكروا نظريه 4، المعادله كلها دي، الخطين اللي طالعين من هنا بيوازوا الخطين اللي طالعين من المعادله دي اللي هي دي، خد الحته دي بس، يبقى هذان الخطين متوازيين مع الخطين اللي بتمثلهم المعادله دي اللي هي 3x تربيع زائد 10xy زائد 3y تربيع بتساوي صفر.
اطلع الخطين اللي من هنا ازاي، خد المعادلة حللها، تبقى 3 اكس زائد الواي اللي بالتحليل العادي خالص في اكس زائد 3 واي بتساوي مين؟ صفر. يبقى هم دول الخطين اللي بتمثلهم المعادلة المتجانسة دي. الخطين اللي انا عايزاهم موازيين لدول، يبقى الخطين المطلوبين اللي هم ايه؟ خد دي زاود سي واحد، خد دي زاود سي اتنين، يبقى 3 اكس زائد واي زائد سي واحد. والخط التاني اللي انا عايزاه اكس زائد 3 واي زائد سي اتنين بزيرو. خلاص، عشان اجيب الصواب يبقى سي واحد وسي اتنين، هعمل نفس الخطوات اللي عملتها قبل كده، ان المعادلة الكبيرة بتاعتي اقدر اكتبها حصل ضرب ده في ده، ما هي بتمثل دول، ده في ده، خد القوسين دول اضربهم كده زي ما انا عاملاها تحت، ضربت قوسين في بعض عادي خالص. عشان اجيب الثوابت قمت جاي عملت مقارنة معاملات، مقارنة معاملات الاكس في الطرفين، اللي جنب الاكس هنا بسالب 15، اللي جنب الاكس هناك طلعت 3 سي 2 زائد سي 1. مقارنة معاملات الواي هناك الواي سالب 21، اللي جنب الواي هنا هتلاقيها سي 2 زائد 3 سي 1. جميل. الحدود المطلقة 18 هناك، والحد المطلق هنا سي 1 سي 2. لما اجي احل المعادلات دي سوا طلعت الثوابت عندي سي 1 بسالب 6 وسي 2 بسالب 3. خلاص عوض بيهم في الخطوط، طلع الخط اللي انا عايزاه 3 اكس زائد واي ناقص 6 بتساوي 0. الخط الثاني اكس زائد 3 واي ناقص 3 بتساوي 0. يبقى انا كده تمام طلعت الخطين بتوعي. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ اوجد النقطة التي يتقاطع فيها المستقيمين اللي بتمثلهم المعادلة دي، واوجد الزاوية المحصورة بينهم. يعني قال لي هاتي نقطة التقاطع بتاعت المستقيمين اللي من هنا. يبقى تمام المعادلة دي اوكي بتمثل خطين مستقيمين، وعايز بقى ايه نقطة تقاطعهم بكام. طب تمام، الخطين اللي من هنا اطلعهم ازاي؟ قال لي الخطين اللي من هنا بيوازوا الخطين اللي طالعين من المعادلة دي. دي بس اللي هي اكس تربيع زائد اكس واي ناقص 6 واي تربيع، اهو الخطين موازيين للخطين اللي جايين من هنا، اكس تربيع زائد اكس واي ناقص 6 واي تربيع بتساوي صفر. اجيب الخطين ازاي؟ اخد المعادله حللها، طلعت بالتحليل اكس ناقص 2 واي في اكس زائد 3 واي بصفر. يبقى هم دول الخطين، الخطين اللي انا عايزاهم بيوازوا دول، يبقى اقدر اكتبهم على هيئه اكس ناقص 2 واي زائد سي 1، والخط الثاني اكس زائد 3 واي زائد سي 2 بتساوي صفر. عشان اجيب الثوابت برضو هعمل نفس الطريقه اللي انا عملتها في الاسئله اللي فاتت، همسك المعادله المعطاه في المساله اقدر اكتبها ده في ده عشان هي بتمثل الخطين دول، اضربهم في بعض وساوي معاملات الاكس للطرفين، معاملات الواي في الجنبين، والحدود المطلقه هتطلع لي المعادلات دي. يبقى بحل المعادلات طلعت الثوابت عندي سالب 2 وسالب 9. يبقى طلع الخطين بتوعي لما تيجي تعوض بالثوابت فوق الخطين بتوعي شكلهم كده. طب ازاي اصلا بتجيب نقاط التقاطع ما بين اي خطين؟ خد المعادلتين حلهم سوا وهات الاكس واي بكام، بس كده بالطرح اهو، اطرح المعادلتين سوا الاكسات هتروح، يبقى سالب 2 واي ناقص 3 واي وهكذا تشتغل. لما تيجي تحلهم سوا يطلع نقطه التقاطع الواي ب 11 على 5 والاكس سالب 23 على 5، يبقى هي دي نقطه التقاطع بتاعتك. انا كاتبه لك اهو، اذا نقطه التقاطع بينهم اللي هي اكس وواي سالب 23 على 5 و 11 على 5. طب الزاويه بينهم كام؟ اكيد باستخدام القانون ده اللي ما عندناش غيره، وانت طبعا عندك الاتش والاي والبي بكام من المعادله العامه. طلعت الاي بواحد والبي بسته والاتش بنص اهي، عشان طلع من هنا الاي بواحد والبي بسالب سته والاتش اتنين اتش بواحد، يبقى الاتش بتاعتي بنص اللي هي معامل اكس واحد. لما خدتها عوضت بيها طلعت تان سيتا بسالب واحد، يبقى السيتا اللي عندي طالعه بكام؟ ب 135. اخر حاجه في الفيديو هنقول برهان نظريه مهمه جدا، اللي هي اصلا البرهان بتاع الزاويه ده اللي هو تنسيته ده جه منين اصلا. طيب بصوا كده، ازاي اصلا التنسيته طلعت بالمنظر ده؟ هو قال لي ان احنا هنفرض ان المستقيمين شكلهم كده، واي بتساوي ام 1 اكس زائد سي 1 والواي بتساوي ام 2 اكس زائد سي 2. طيب اقدر اكتب المعادله اللي في الصوره العامه على هيئه حاصل ضرب دول، بس جين ضربتها في بي، في ثابت يعني ده في ده في ثابت. ليه بي؟ عشان لما اجي اضرب القوسين هيطلع لي واي تربيع، وعشان المعادلتين يبقى يساوي بعض هي بي واي تربيع، تبقى لازم هنا بي واي تربيع، فحطيت هنا ثابت اسمه بي. اوكي، انا حطيت الصورة العامة بتاعتي وعملتها ده في ده. جميل، تعالى كده قارن معاملات الاكس تربيع في الطرفين يدينا ايه. هنا معاملات الاكس تربيع طالعة منين؟ لما تيجي تضرب المقدار ده في المقدار ده، سالب في سالب موجب، ام واحد في ام اتنين مضروبة بره في بي، يبقى بي ام واحد ام اتنين. تعالى بالمعادلتين دول
هتقارن الاكس معاملات الاكس واي، هتلاقي اللي جنب الاكس واي هنا 2 اتش، اللي جنب الاكس واي. طب الاكس واي طالعه منين؟ طالعه من ضرب اللي هنا في اللي هنا، يبقى سالب ام 2 في بي. تمام. طيب طالعه من فين تاني؟ من هنا في هنا، يبقى سالب ام 1 بي. لما اجي اخد سالب بي عامل مشترك تديني سالب بي في ام 1 زائد ام 2 بتساوي 2 اتش. من هنا وهنا اداني ان ام 1 في ام 2 طالعه ايه على بي، ومن هنا هتطلع ام 1 زائد ام 2 هتساوي سالب 2 اتش على بي. كويس، يبقى انا كده طلعت قيمتين ام 1 ام 2 وام 1 زائد ام 2. تعالوا كده الناحيه دي، لو تفتكروا ان اصلا الزاويه ما بين المستقيمين قلناها قبل كده في فيديو سابق ان هي بتساوي ام 1 ناقص ام 2 فرق الميلين على 1 زائد ضرب الميلين دول، 1 زائد ام 1 في ام 2. طب تعالى خد اللي فوق دي ام 1 ناقص ام 2، انا ربعتها وخدت الجذر يعني كأن ما عملتش حاجه. تمام، خليتها الجذر التربيعي لمقدار تربيع ام 1 ناقص ام 2، فكيت التربيع تحت الجذر بقى ام 1 تربيع زائد ام 2 تربيع ناقص 2 ام 1 ام 2 على المقام ما قربتلوش. طيب تعالى برضو هنا زود ونقص المقدار، انا عامله لك بالخط الاحمر اهو، سالب 2 ام 1 ام 2 وزائد 2 ام 1 ام 2، يعني خدت اللي جوه زودته وطرحت نفس المقدار، خدت دول مع بعض، ده مع ده. كويس، ده مع ده اللي هو المقدار ام 1 زائد ام 2 كل تربيع، هيتبقى لي دول اللي هم سالب 4 ام 1. هتاخد انت بقى قيم ام 1 زائد ام 2 وام 1 في ام 2 ان انا لسه جايباهم حالا، لما اجي اعوض بيهم هتطلع لي هذا المقدار. لما اجي بقى اعمل حسبه صغيره كده تبقى 1 زائد ايه على بي، وفوق هيكون فيه يبقى 4، هتبقى فيه تحت هنا بي تربيع وهنا 4 اتش تربيع وهنا ناقص 4 ايه على بي. حلو الكلام، واحد مقامات تحت على بي، هتبقى هنا بي زائد ايه. كويس، فوق حاجه واحد مقامات على بي تربيع تحت الجذر، لما واحد مقامات هنا تبقى 4 اتش تربيع ناقص 4 اي بي. اعتقد ان المقام اللي هنا هيروح مع اللي هنا لان ده عباره عن جذر بي تربيع، فتديني في الاخر فعلا ان تان سيتا عباره عن ايه، اي زائد بي فعلا تحت اهي، وفوق طبعا هتاخد الاربعه مشترك تحت الجذر هتطلع بره باتنين، يبقى الجذر التربيعي يتبقى لي جوه لما اخد اربعه مشترك هتبقى اتش تربيع ناقص اي بي، وبكده فعلا طلعت هي نفس العلاقه اللي انا عايز اثبتها. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاع ازواج المستقيمات. اي سؤال او اي فيديو انتوا عايزيني اعمله بخصوص الرياضيات البحته انا تحت امركم، هينزل ان شاء الله في اقرب وقت.